الصيف كان ينطونا ساعة واحدة يقطعون ست ساعات. ست ساعات ما كهرباء، والصيف الحار هذا اللي يقتل، درجة الحرارة 50. ما خدمات متوفرة للمواطن، يعني مو مثل أوروبا. أنا كنت عايش هناك كل شيء متوفر، ما تحس بكهرباء، ببرد، بحار. إذا حار أكو مكيفات، إذا باردة يعني أكو حمام. حمزة حاول بس تسحب ياش. محمد القطعة اللي نحتاجها إلى أن يعني تهلك نهائي، يعني نستفاد من الجديد. ونفس اللي نشارك احنا بيها بابا خارج، بس شنو هاي؟ عندك انت كثرة التمرين صبح وعصر صبح وعصر، فلازم انت شيء يستهلك مثل ما ست عندك سيارة. هذا كل شيء مادي، هذا بس الصبر. هذا الصعيد حتى والله المي هو المي الجاري بقى، قلت لك استاذ بشر المي الجاري ما يفيدنا، فلات وتر لازم، مي فلات وتر، مي واقف يفيدنا. احنا هذا المي الجاري يفيد، يضرنا بالقياسات، بصعود بقى، فهمتك؟ بطين بما شو كله اثر على الوضع. حسب لا هسه حافزي وطموحي كله قاعد اركز على الاولمبياد الجايه 2012، لكن احنا هنا اثناء جيتنا لهذا المكان المركز التدريبي يعني السلبيات نتركها ورانا، لان حياه الرياضه هي حياه حلوه، حياه يعني فرحه بها، فرحه